مرحبا شباب، السلام عليكم اولا، اهلا وسهلا بكم. اليوم محاضرتنا جديده رقم 11. تعذرونا على التاخير اللي صار بالفتره الاخيره، ولكن يعني تدرون بعد الحياه ظروفها. محاضره اليوم اللي هي المحاضره 11 راح نكمل وين ما كنا، لانه احنا ذا مثل ما تتذكرون بالمحاضره التاسعه والعاشرة حكينا عن شلون نبدي نحفر اول سكشن بالبير وشنو هي الخطوات، ومن بعدها حكينا احنا شلون راح ننزل الكيسينج، شنو هو الكيسينج، شنو انواعه، شنو التفاصيل البسيطه اللي عرفناها عنه، ومن بعدها عرفنا شلون تتم عمليه التسميت لاول سكشن. لان مثل ما تعرفون عمليات التسميت متعدده وبها طرق مختلفه، وكل فتره طالعه طريقه جديده مثلا لتسميت سكشن معين. السكشن الاول حكينا عنه مثل ما تذكرون، وقلنا هو يتم تسميته عن طريق فشي يسمونه ستينجر، فنستعمل في الطريقه اللي هي مال الستينجر بدون استعمال اي نوع من البلاجات الثانيه او الى اخره من الامور. لان احنا هسه مثل ما شفتوا السيمنتيك اكسسوارز كانت متعدده الانواع، وحكينا عن الانواع المتعلقه فقط باول سكشن. ان شاء الله اليوم راح نحكي عن السكشن الثاني، شلون نحفره، شنو هي تفاصيله، شلون بالضبط اني راح اقدر احفر السكشن الثاني حتى اوصل الى هدفي، وهو انه اكمل حفر هذا السكشن واستمر بالسكشنات الباقيه الى ان اوصل للتارجت مالي اللي هو يسمونه البي زون او الريزرفوار اللي هو المكمن. شلون احفر المكمن اخر شيء ان شاء الله راح نعرف به ورا ما نكمل هذا السكشن والسكشن اللي ورا. هذا السكشن الثاني غالبا هو باحجام متعدده، يعني احنا مثل ما تذكرون حكينا على صوره معينه، قلنا شلون يتم طريقه اختيار السكشنات. فكل سكشن يعني حسب خلينا نقول المشاكل اللي اواجهها، حسب التحديات اللي اواجهها. احنا هنا هسه حاليا السكشن هذا نحفره، السكشن الثاني هو هذا اللي هو الانترميديت سكشن، اللي هو السكشن الوسطي. السكشن الوسطي الانترميديت اني احفر غالبا 16 انج هول وانزل بي كيسينج 13 و3.8 انج. لكن قبل مثلا يعني راح تلقون مثلا اذا اشتغلتوا ان شاء الله بالحقول العراقيه ممكن تلقون هذا يختلف، ممكن يكون 17.5. وهنا احنا هنا بدنا نستعمل ال 16 لانه هذا السكشن نواجه به مشاكل متعلقه ببعض الطبقات اللي حاويه على بعض الغازات مثلا H2S. فبالتالي هذا ال H2S اني اقلل واصغر الهول مالتي، المسافه بين الهول اللي هي 16 انش وبين الكيسنج اللي هو 13.38، على امل انه اقدر احافظ على الهول مالتي انه يصير عندي القطر شويه اصغر. فاذا واجهت مشاكل H2S او صارت عندي كيكس بال H2S ممكن اني اقدر اسيطر عليها بشكل طبيعي، لانه راح احتاج لضخ كميه طين اقل، لانه اذا كانت الحفره مالتي اكبر وصارت عندي كيك فراح احتاج اضخ كميه طين اكبر حتى اقدر اتخلص من الكيك او المشاكل المتعلقه بالرفسات ودخول الغازات لداخل الابار والى اخره. فهسه خلونا من هاي الامور كلها، خلينا ندخل هسه حاليا انه شلون راح احفر هذا السكشن، وان شاء الله بمرور الوقت مع كل عمليه انا اخذها راح احاول اشرح لكم العمليات المتعلقه بها مثل ما راح نشوف اليوم. اليوم راح نحكي بس عن اول اربع نقاط، اول اربع نقاط انا شلون راح اسويها، لانه من بعدها راح نحكي على عمليتين كلش مهمات اللي هي راح نشوفهم، اللي هي الليكوف تيست والاف اي تي اللي هو الفورميشن انتجريتي تيست. بالبدايه اللي هو اليوم اول عمليه انا راح اسويها بالسكشن الجديد بعد ما حفرت السكشن الاول وسمته ونزلت الستنجر ونزلت الكيسنج ونزلت الستنجر مالتي وسمتت وطلع لي السمنت للسطح وتاكدت انه كل شيء تمام، اني راح اجي احفر بالسكشن الجديد اللي هو الانترميديت. الانترميديت اول شيء اسوي بول اب اند ميك اب 16 انج بي اتش اي رانين هول اند تاج ذا توب اوف ذا سمنت. زين احنا هسه مثل ما تشوفون اني نزلت الكيسنج الاول هذا اللي هو الكل، لا عفوا انا ما نزلت الكوندكتر، يعني انا راح هنا مثل ما قلنا انه احنا الابار اللي هي يسموها الديفلوبمنت ويلز اللي حفر اللي انا دا احفر هسه هو حفر تطويري. الحفر الاستكشافي او الحفر التقييمي للمكامن ممكن يكون بكوندكتر، لكن معظم الحقول اللي انا اعرف الضغوط واعرف المياه الجوفيه وين صارت واعرف التفاصيل المكمنيه كلها اللي صارت، فاقوم استغني عن هذا الكوندكتر، اقوم ابدي مباشره بالسيرفس كيسنج اللي هو عمقه قلنا مثل ما شفنا سابقا يتراوح يعني حسب عمق المياه الجوفيه والمشاكل الرئيسيه اللي راح اواجهها بالشالو اريا اللي هي المنطقه اللي بالبدايه. فبالتالي اني حاليا المكمن اللي انا مختاره او عفوا الحقل اللي انا مختاره انا دا انزل السيرفس كيسنج الى عمق تقريبا 150 متر. فعادي ممكن غير حقول تلقاها 120، تلقاها 100، تلقاها 200، تلقاها 400 مرات حسب الـ يعني خلينا نقول المكمن مالتي وحسب الطبقات الصخريه اللي انا راح اواجهها. فهنا اني السيرفس كيسنج مالتي كان عمقه تقريبا 150 متر، حاليا الانترميديت مالتي تقريبا عمقه بين 2000 الى 2300 2400، ايضا حسب الطبقات وين انا اريد اسيد هذا الكيسنج مالي لحد وين يكون عمقه بناء على نوع الطبقات اللي راح تواجهني. فهذا هو كان الكيسنج سكشنز بشكل مختصر خلينا نقول الاول والثاني اللي هسه انا بيهن.
من بعدها احنا قلنا اول شيء اسوي pull up and make up 16 inch BHA. هنا حكينا عن البي اتش اي اللي هو يسمونه الباتم هول اسامبلي. الباتم هول اسامبلي اللي هو قلنا تسلسل المعدات اللي انا انزلها بداخل البير، اللي هي مثلا اول شيء تكون البيت وبعدها تجي الدرول كلرز. حكينا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي بالمحاضرات السابقه، تقدرون ترجعون تشوفوه. شلون راح انزلهن؟ راح يجيكم جدول هيجي بالضبط مثل هذا. هذا الجدول يكون مرتب به كل معده وش قد الطول مالته. يعني اني كل الدرول بايبس وكل المعدات اللي انزلهن، البيت البيت سابز، الدرول كلر، الهيفي ويت درول بايب، الدرول بايب مالتي، يعني كلهن هاي المعدات اني عندي الاطوال مالتهن. فبالتالي هاي انا من عندي اطوالهن اني راح اقدر اصفطهم بجدول معين، بحيث اني مثلا اذا اريد اوصل لعمق 2000 راح اعرف بالضبط اني لازم ايش قد استعمل، كم درول كلر، كم درول بايب، كم هيفي ويت درول بايب، كل هاي اني استعملهن حتى شنو اسنتر بالضبط الحفر مالتي يكون متسنتر بدون اني ادي الى انه البيت مالي تروح يمنى او يسرى اثناء الحفر. فاني هذا البي اتش اي يسوي لي شخص يسمونه درولينج انجينير، هو المهندس مال الحفر. هذا هو يجيب لي البي اتش اي كامله وتكون بها كل هاي التفاصيل، كم بت يعني كم عفوا البت يا هي انزل، شنو نوعها، كم انبوبه نزل. طبعا هاي كلها اعتمادا على نوع الصخور اللي انا راح اواجهها، لان اكو صخور مثلا ان كانت هاي الصخور تحتوي على مثلا اطيان او 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 اشياء معينه مثلا، او فت صخور معينه لازم مثلا هذا المكان اني استعمل به البت اللي يسموها الترايكون، او مثلا الطبقات الثانيه اللي راح تجي وراها لازم اسحب هاي البت اللي هي الترايكون وانزل مثلا البي دي سي. فكل نوع طبقات اني لازم اعرف بالضبط ايش استعمل وياه بي اتش اي حتى اقدر بالنهايه اكون حافره بشكل كلش جيد وبدون ان اواجه مشاكل، لان اكو مشاكل ويا الحفر كلش هوايه. ان شاء الله المشاكل البسيطه اللي راح نتعرف لها راح احاول اشرحها تباعا، لكن اكو راح تكون اكو محاضره واحده هي للمشاكل كلها، ان شاء الله يعني مدتها تروح في ساعتين او 3 ساعات، بحيث انه تكون حاويه على كل مشاكل الحفر حتى الواحد يقدر يعني بس يشوف هاي المحاضره بعد يخلص ما عنده اي يعني اي مشكله ويا المشاكل الباقيه. هسه خلينا نشوف هذا الفيديو اللي هو على البيك اب اند ميك اب اوف بي اتش اي، انه شلون اني على السطح راح اجي اشيل الانابيب مالتي واجمعهم كلهن وانزلهن. مثل ما تلاحظون هسه هنايا اني يكون عندي الانابيب مالتي يا اما هي موجوده بالراك، عفوا يا اما تكون موجوده بالراك جوا وارفعهن، او تكون موجوده اجزاء من عندها ويعني استعملها مباشره. لكن هسه هنا البايب سي هاي تكون كلها موجوده على مكان يسمونه البايب راك. البايب راك هو مو مخزن وانما هو المكان اللي اني حاط عليه الدرول بايبس مالتي وقايس اطوالهن وشايف انه ما بيهن مشاكل، والثريدات مالتهن تكون كلها جاهزه بحيث انه اقدر اني من ارفعهن واركبهن ما عندي مشاكل. يعني انا الثريد ما عندي بيه مشكله، ما مكسور، ما عندي مشكله بالبايب نفسه، اسوي فشي يسمونه يعني هو اقرب للانسبكشن اللي هو الفحص، اني اللي هو اقدر اعتمد فقط على الفيجوال انسبكشن فقط عن طريق النظر. يعني اشوف الثريد مالتي اللي هي السنون مالتي مال الثريد هنا هي صحيحه وما بيها كسر، الانبوب مالتي نفسه ما بيه مثلا فد تشققات او كسور بسيطه او انطعاجات، لان هاي كلها طبعا تاثر على الانبوب مالتي اثناء ما انزله، راح يتحمل الوزن مالتي مال الدرول بايبس كلها من انا قاعد انزله. وبعدها ارفعها عن طريق هاي الرافعه البسيطه اللي موجوده عندي، وبالتالي يرفع او يرتفع عندي الانبوب عن طريق هذا المكان اللي تشوفوه. هذا المكان يسمونه الكات ووك. هسه انتم تشوفون هاي العمليه اللي هي عمليه رفع الانبوب من جوا لحد ما رفعتها على السطح، هاي يسموها بول اب، اللي هي انا راح ارفع الانابيب مالتي واصعدها للسطح، عفوا يسموها البيك اب. البيك اب انه انا ارفع المعدات مالتي كلها واصعدها وين؟ للسطح. شوف هسه هنا راح شنو يدخل فد انبوب بسيطه داخل البايب ويدفع لحد ما ينزل للاسفل. هذا البايب راح شنو يتاكد انه داخل البايب عدل اولا، ويتاكد ثانيا انه هو ما عنده فد انطعاجات معينه او مثلا فد اطيان معينه سادت له الانابيب من جوا. شفتوا هاي العمليه مالت الرفع اخذت وقت، يعني هسه هنا احنا يمكن شفناها الفيديو يعني خلال دقيقتين، لكن هي هاي العمليه بالواقع راح تاخذ من عندك وقت، وايضا هي تاثر على خطوره العمال. يعني العامل راح يرفع المعده ويربطها ويربط الرافعه ويتاكد منها وما ادري شنو، فهاي ممكن شويه تاخذ وقت معين. بالفيديوين القادمين راح نشوف شنو التوجه التكنولوجي الحديث لحل هاي المشكله. الفيديو الثاني هو بالضبط هو هذا اللي بتشوفكم اياه. يعني ذاك قلنا احنا يسمونه هو شنو يسمونه الكات ووك. الكات ووك اللي هو المكان اللي ارفع به الانابيب اللي هو هذا نفسه شفناه، لكن هنا راح اشوف
التطور في شلون وين دا يوصل. احنا هذا البرج انا صراحه ما شايف منه لحد الان بالعراق، ما اعرف اذا موجود او لا. احنا بنستعمل الرافعات بشكل بسيط، لكن بالدول الباقيه دا يستعملون شيء يسمونه الاوتوماتيك كات ووك. الاوتوماتيك كات ووك يوفر عنك عليك وقت، يوفر من ناحيه السلام. يعني انت اذا صار لا سامح الله حادث على العمال اثناء رفعهم، وقع الانبوب مو فوق عليهم لا سامح الله، احد تاذى، تاذى بايده، تاذى بجسمه، انت هاي كلها تكاليف راح تدفع. خلينا نوقف الفيديو اشرح لكم هاي النقطه كلش مهمه. ناحيه يعني موضوع السلامه احنا من نهتم بيه، ترى هو مو بس من ناحيه على مود اني المواضيع، يعني موضوع السلامه يعتمد على تقريبا خلينا نقول الخساره الماديه اللي ممكن تصير، والخساره من الناحيه القانونيه اللي ممكن تصير على الشركه، والجانب الاهم هو الخساره يعني مو خساره وانما احنا شلون نقول نسميها الجانب الاخلاقي. يعني انا كل شيء بالسلامه يعتمد على هاي ثلاث اشياء، يعتمد على الخساره الماليه اللي ممكن تصير للشركه، ويعتمد على التكاليف القانونيه اللي انا راح اتعرض لها كشركه اذا صار عندي حادث، ويعتمد على الجانب الاخلاقي اللي هو اهم شيء. يعني انت جايب عمال من خلينا نقول من اهلهم جايبهم ومشغلهم، المفروض انت كأبو عمل او كصاحب شركه تكون مسؤول اخلاقيا انه تحاول مثل ما انت جبتهم بسلام ترجعهم بسلام، بدون انه بالاخير لا سامح الله ممكن شخص يتوفى او تنقطع ايده او تنقطع اصابعه او يصير عنده فد مشكله. يعني هذا التعامل ويا هاي المعدات مو فد شيء سهل. فبالتالي احنا من نحاول نسوي اوتمايزيشن اللي هو ادخال التكنولوجيا والاوتوماتيكيه خلينا نقول او التكنولوجي على الامور النفطيه، هي بالنهايه لضمان انه اني احاول اقلل من هاي الحوادث قدر الامكان. فالامور المتعلقه بالسلامه ما راح تاثر لي بس على خساره الشركه يعني من ناحيه التامين الصحي او من ناحيه الضمانات الصحيه او من ناحيه التعويضات الماليه، ولا من الناحيه القانونيه انه ممكن اني تتاثر سمعتي كشركه قانونيا، وتتاثر ايضا عمالي يجون يرفعون قضايا علي. لا، ايضا الجانب الاخلاقي يعني هذا هو اهم شيء. يعني انت مثل ما قلنا، انت شخص جبته سليم، المفروض عليك كصاحب شركه ترجع سليم، فبالتالي راح تقدر تحقق هذا الشيء من خلال ان تدخل الاوتمايزيشن على كل المعدات اللي موجوده عندك. يعني هذا الموضوع ما يشمل بس الصناعه النفطيه، لا، هذا يشمل كل الصناعات. انه انت بدل ان تستعمل الايد بكل شيء، لا، تقدر مثلا بدل انه تخلي عمالك يرفعون اوزان مثلا او قواني او اوزان بسيطه، لا، تجيب لهم فوركليفت اللي هي الرافعه الشوكيه البسيطه، يقدرون من خلالها يرفعون كل الامور اللي ممكن يحتاجوها. وبالتالي انت راح توفر وقت وهو الاهم من ناحيه الانتاج، راح توفر من ناحيه الاصابات لعمالك، وراح توفر من الجوانب القانونيه انه ما حد راح يرفع دعوى قضائيه عليك ويقول لك انت والله تعبتني بالعمل وسويت بي اصابه والى اخره. وايضا راح يوفر عليك من الناحيه الاخلاقيه انه انت راح مثل ما يقولون تنام مرتاح كصاحب عمل، انه ما عندك مشاكل، ما عندك خسائر، ما عندك ضرر سويته وسببته لاي احد من عمالك. فهنا مثل ما تشوف التوجه العالمي كله يكون نحو استعمال الاوتمايزيشن او الاتمته، بانه يدخلون الاوتوماتيك سيستمز لكل المعدات اللي يستعملوها. يعني شوف هسه هذا البرج هنا، انت ما تستعمل رافعه، ما عندك شيء اسمه شخص يلزم بايده، لا، كله اوتوماتيك. مجرد ورا ما راح يرتفع الانبوب للسطح، لا، هنا راح لازم يحتاج الى عمال يلزموه ويعدلوه. وحتى هذا اشك انه يستمر، يعني ممكن بالايام القادمه راح نلقى انه البرج يحفر بوحده. يعني انا شفت ابراج حرفيا موجود شخص واحد بس على الرق فلور فوق، وموجود ويا حفار بس، الشخص اللي يحفر المسؤول عن الحفر. حتى الحفر ممكن باستعمال يعني مثل ما يشوف الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي وغيرها، ممكن راح نبدي نستغني عنه شويه شويه والى اخره. فمثل ما نشوف هسه حاليا هنايا، انه انت سرعه العمل راح تتاثر عندك، لانه راح يكون الموضوع سهل عندك. العمال مجرد راح يستعملون بانه يفتحون ويربطون الانبوب بس بهذا الجزء الاحمر والجزئين الصفر المرتبطات به، هذا يسمونه الاليفيتر اللي هو شلون الرافعه خلينا نقول او المصعد اللي هو تربطه حتى تستعمله حتى يربط لك الانابيب، وبالتالي تبدي تنزلها الى داخل البير. لكن بشكل عام انت كل شيء ثاني هو اوتوماتيكي، ما عندك بأي مشكلة نهائيا. رفع الأنابيب من الراك اللي هو يسمونه البايب راك، لحين ما يرتفع ويصعد، يصعد لك الأنابيب كلها على الكاتووك، ولحد ما يصعد من الكاتووك اللي هو هذا الجزء الجو هنا يسمونه البايب راك، وهذا يسمونه الكاتووك اللي هو ترفع من الأنابيب لحد السطح، ومن السطح راح تستلم الأنابيب وتستعملهن وخلاص. This is it. شيء بسيط، شيء متحضر. الأنابيب مالتك نفسها ما راح تتأثر ولا تتأذى إذا وقعت، لأن أنت عملية الرفع باستعمال رافعة يعني اصلا بيها خطوره على اكثر من عامل، وممكن انت استعمال الحبال اللي تستعملها بالرفع تسبب لك ايضا مشاكل كل شويه. هسه نشوف بعد ما شفنا هسه ذي شو كانت عمليه البيك اب، اللي هي انه انا رفعت المعدات مال السطح مالتي اللي هو يسمونه الرق فلور، هذا اللي هو
المنصه اللي اني ابدي اشتغل عليها واربط لها نابي وانزلها داخل البير. غالبا ارتفاع الرق فلور يكون تقريبا بحوالي فد يعني ممكن يكون من 25 ل 40 متر تقريبا، انا شايف كل هاي الاطوال، لذلك البرج مالتي راح يكون عالي فاضطر استعمل درج حتى اصعد لي الرق فلور. حتى هذا الدرج ايضا بخطوره، يعني ممكن انت تنزل لك توقع يعني 25 30 متر، مو يعني مو قليل، ممكن تزحلك توقع، ممكن مطر، ممكن يعني ايا يكون، انت يعني راح تصعد كدرج، فراح يعني تستعمل فقط ايدك تلزم جوانب الدرج وتصعد شويه شويه. حتى هذا استعملوه بالعصر يعني بعصر التكنولوجيا هسه، قاموا يسوون مصعد، مصعد يصعدك للرق فلور وينزلك حتى تخلص من هاي العمليه هم من نفسها وخلاص. هسه نجي للجزء الثاني من النقطه الاولى اللي هو قلنا احنا بيك اب اند ميك اب. احنا هسه راح نسوي ميك اب. الميكينج اب هو عمليه ربط الانابيب وحده بالثانيه، مثل ما تشوفون عمليه الربط هسه هنا هم دا يستعملون هذا الحمراء، هاي يسموها الباور تونج. الباور تونج هي عباره عن شلون نقول سبانه، لكن هاي السبانه تستعمل الهيدروليك، الهيدروليك اللي هو الزيت، الهيدروليك المضغوط تستعمله حتى تقدر تشتغل من خلاله. يعني انت لازم عندك فالأجزاء متحركة راح تستعملها حتى تسد وتفتح، فهاي الأجزاء اللي تسد وتفتح هي أجزاء كلها هيدروليكية، تستعمل الهيدروليك المضغوط حتى تقدر تغلق وتفتح الأنابيب مالتك. فبنفس الوقت نستعمل هاي الجزء الثاني، هاي يعني تونج بس يعني هي مثل سبانة، لكن هي مو باورد، هي مو يعني أنت راح تستعملها بس فقط العمال يقدرون يحركوها يودوها ويجيبوها. راح تشوف انه هسه اني هنا بهذا الفيديو الموضوع شوي يختلف. هناك كنت اني ارفع الانابيب مالتي من البايب راك وعلى الكات ووك وصعدهن، لكن بنفس الوقت اكو مكان بالبرج هنايا يسمونه ديرك. هذا الديرك يكون مرتبط، يعني هاي الانابيب تكون فوق، اكو فد مكان يسمونه الديرك، عباره عن شلون الاصابع تقدر تدخل بهن الانابيب مالتك وحده وحده. فبالتالي حتى انت باستعمال الحفر مو كل شويه منزل انابيب مالتك جوا ورافعهن، منزل انابيب جوا ورافعهن، لا طبعا. بالتالي تقدر يكون عندك فد خزين مكان تخزن بيه الانابيب مالك بشكل واقف، وبالتالي تقدر تستعمل الانابيب وحده وحده، تكنكهن، تربطهن وتنزلهن حتى تقوم بعمليات الحفر مثلا، او ايا يكن العمليه اللي انت تريد تسويها، ان كانت حفر، ان كانت تنزل معدات معينه، ان كانت هسه راح نشوف انواع من الكيسنج والتسميت يتم عن طريق ايضا الانابيب هاي، فس اوكي ايا كانت الاوبريشن انت تريد تسويها راح تستعمل هذا الانابيب الموجوده عندك على سطح هنا على الرق فلور تستعملها مباشره. فمثل ما شفتوا، خلينا نعيد العمليه مره اخرى، يثبتون البايب اللي جوا حتى لا يفتر ولا يفر لك الانابيب والمعدات كلها الموجوده، وبنفس الوقت هو راح يربط من فوق باستعمال الباور تونج. الموضوع كلش سهل وكلش بسيط وسريع، يعني ما راح ياخذ من عندك ذاك الوقت الكبير. يعني عمليه الربط ممكن اذا عدت تكونها مثاليه يعني ممكن ما تتجاوز الثلاث دقائق او دقيقتين بعمليه كامله وبسيطة وسريعة. شوفنا لا هنا الجماعة مستعجلين كلش، يعني كلش سريعين، فبالتالي حتى عملية التنزيل هاي ما يصير تنزل بهاي السرعة القوية، لأنه ممكن يصير عندك كيك. يعني تخيل أنت ممكن يصير عندك لوس، يصير عندك فقدان بدورة سائل الحفر، واللي هي وحدة من مشاكل الحفر. أنت لازم ما يصير لا تنزل بسرعة ولا ترفع الأنابيب مالتك بسرعة. باختصار هذا كان تقريبا أول نقطة اللي هي مثل ما تلاحظون كانت النقطة الأولى اللي هي pick up and make up 16 inch BHA اللي هو اللي قلنا الباتم هول اسامبلي اللي هي الأنابيب مالتي أريد أنزلها، وراها شو أسوي؟ running hole and tag the top of the cement. شوفوا أنتم تتذكرون إحنا إيش سوينا؟ إحنا نزلنا ستينجر وكان عندنا فد معدة لي جوا اسمها الفلوت شو، اللي هي الفلوت شو أو الجايد شو قلنا يسموها، اللي هي اللي إحنا ربطناها بأول كيسينج جوينت احنا نزلناه، باول كيسينج نزلناه، وبالتالي وصلنا للعمق مالتنا وجبنا هذا الستنجر دخلناه بداخل هاي الفلوت شو وضخينا الاسمنت. فالاسمنت ممكن يكون اكو جزء من عنده بقى بهاي المنطقه، فاني راح اجي لازم شو اسوي؟ اجي اشيك اشوف السمنت مالي وين واصل بداخل الكيسينج حتى اعرف بالضبط. يعني هذا هم واحد من الانديكيشنز اللي يقول لي انه اني عمليه التسميت مالي كانت صحيحه، لانه اني السمنت مالي مثل ما تعرفون الفلوت شو هي ان ار في قلنا، يعني نون ريتيرن فالف، يعني ما يصير السمنت مالي ورا التسميت يرجع لداخل الكيسنج. واني اقدر اشيك هذا الشيء واشيك هذا الشيء اصلا ورا جوب السمنت، ولكن مرات ورا جوب السمنت ورا التشيك مثلا ورا يعني انا اعوف السمنت لمده 24 الى 48 ساعه حتى يتصلب، ممكن خلال هذا الوقت اكون اني ما مركز او ما ملاحظ او ايا كان السبب يرجع لي جزء من السمنت مالي الى داخل البير، فلازم اشيك حتى اعرف بالضبط تمت عمليه التسميت مالي بنجاح لو لا. فاسوي شنو؟ رنن هول لكل هاي المعدات اللي نزلتها اللي هي البي اتش اي والانابيب، واسوي تاج توب اوف ذا سمنت.
اشيك السمنت وين واصل عندي بداخل البير. فاني سحبنا الانابيب مالتي نزلتها الى داخل البير بشكل طبيعي ونزلت وصلت الى العمق مالتي اللي انا كنت قلنا اني اول سكشن تقريبا 120 الى 150 متر 100 الى 150 يعني هذا الرينج مالتي يكون. فاشوف اني السمنت لوين واصل. خلي اشوفكم هذا الفيديو اللي هو ايضا هم تقريبا نفس الفيديوهات اللي شفناها انه انا راح ابدي انزل البت طبعا حتى اسوي بيها تشيك للتوب اوف ذا سمنت مالي. فهنا هاي شوف راح ينزلون بت كلش كبيره فيشيلون الجزء الفوق اللي هو الموجود هذا منه بالرق فلور حتى يقدرون ينزلون البت. يعني اكو مرات عندي بتات اني اللي هي الدقاقات مالتي اللي تحفر يكون حجمها كلش كبير مثل ما قلنا تكون حجمها تقريبا 26 انج ممكن توصل. ف 26 انج يكون حجمها كبير فبالتالي حتى اقدر انزلها اني راح لازم ارفع هذا الجزء الفوق اللي موجود عندي بالروتري تيبل هنا الموجود وبالتالي اقدر انزل البت مالتي بصوره صحيحه وطبيعيه. شوي نقدم لكم شوفوا هاي البت شلونها كبيره وهاي 26 تقريبا تكون فبالتالي اقدر انزلها اني بصوره صحيحه وطبيعيه وبدون مواجهه اي مشاكل الى ان انزلها. وورا ما انزلها راح توصل للعمق اللي اني عندي بيسمنت وراح اقدر اتشيك انه اني عندي سمنت لو لا. زين شلون؟ يعني انتم مثل ما تشوفون احنا قلنا اني حكينا عن اجزاء الحفر وحكينا عن المعدات، انا شلون احفر باستعمال شيء يسمونه التوب درايف اللي هو التي دي اس. التوب درايف هذا يكون وزنه 21 طن، فاني شنو هو؟ اكون مرتبط بيه انابيب حتى انزلهن حتى اسوي تاج توب اوف ذا سمنت. زين، اني عندي وزن الستيل هذا اللي انا دا استعمله، يعني وزن هاي المعدات البيت والانابيب فوقها اللي انا رابطها عندي وزنهن. وزنهم خلينا نقول مثلا يكون اني عندي تي دي اس 20 طن ووزنهم ذني خلينا نقول هم 20 طن. ذني وزنهم اثناء ما راح انزلهم اني للبير ايش راح يصير بهن وحكينا عن هذا الموضوع ايضا سابقا راح يقل وزنهم شويه. ليش؟ لان اكو معامل للطفو اللي هو البايانسي فاكتور. البايانسي فاكتور او معامل الطفو ممكن ياثر لي انه الطفو شويه يدفع لي تكون كقوه ابورد فورس ترفع لي الانابيب مالتي بوزن شويه فوق. فممكن خلينا نقول هاي ال 30 طن تصير مثلا فت خمسة عفوا ال 40 طن مالتي الوزن الكلي يصير 35 طن. فاني هسه عندي 35 طن نزلتني الى داخل البير حتى شو اسوي؟ اشيك السمنت لوين واصل. زين انا شلون اعرف السمنت مالي وين واصل؟ شلون؟ شوف احنا هذا السمنت وهذا الكيسنج وهذا هذا التسميت انا ضخيته من داخل الكيسنج مالتي وطلع للخارج. انا هنا قلنا باول سكشن شنو عندي فلوت شو عندي ستينجر حكينا عن عمليه التسميت ما يحتاج نرجع كل شوي نعيدها. وصل عندي سمنت للخارج. فهسه انا شنو عندي سمنت وين بالداخل؟ انا عندي شيء يسمونه المارتن ديكر او يسمونه الويت انديكيتر. هذا الويت انديكيتر انا هسه شوفوا هذا الرق هذا حديث فكل شيء الكتروني. الويت انديكيتر يكون عندي هنا موجود عباره عن شاشه لكن ممكن تلقوه ايضا ببعض الابراج يكون عباره عن جيتش. هذا المارتن ديكر او الويت انديكيتر اللي هو يقيس لي الوزن، اني يقدر يقيس لي بالضبط وزن الانابيب اللي انا منزلها كلها داخل وين؟ داخل البير. فقلنا اني عندي التي دي اس او التوب درايف سيستم مالي اللي هو الماطور اللي افر بيه الانابيب كلها هاي واحركهن، هذا وزنه 21 طن، هذا يكون ثابت، 18 الى 20 طن، خلينا نقول 20 طن. هذا يكون وزنه ثابت، فاني هذا اعرفه على صفحه، وزن الانابيب اضيفه له، فاعرف انه لازم هذا الجيتش هنا مال الوزن يقول لي انه انت منزل داخل البير هسه حاليا 35 طن. هو قلنا 40 ونقصنا 5 مال معامل الطفو فيكون وزني اني 35 طن. زين اني 35 طن اني هسه منزلهن وين؟ الى داخل البير. فراح اجي هنا اني يعني بغرفه الحفار اشيك اني شو وقت اوصل للتوب اوف ذا سمنت. شوفوا اكو شيء يسمونه البندول الحلزوني يمكن او يعني ايا كان الاسم العربي له صراحه، لكن هو عباره عن سبرينج ومتعلق بوزن. السبرنج هذا المتعلق بوزن اقدر اعتبر هذا هو خياط الحفر مالي او الدرل سترنج اللي هو يتكون من شنو؟ يتكون من البيت والانابيب والتي دي اس فوق مالتي اللي هو توب درايف سيستم الى اخره. شنو القوه اللي انا تكون موجوده عندي؟ هذا هو بوزن. القوه اللي جوا انا موجوده عندي الجاذبيه الارضيه، القوه اللي موجوده لي فوق قلنا شنو هي؟ موجود معامل الطفو. فهسه حاليا انا عندي وزن معين نزلت البيت مالي ونزلتها وين؟ الى داخل البئر. البت مالتي هاي من الطخ بنهايه البير مالتي اللي هي هنا شنو؟ اللي هي هنا انا عندي الفلوت شو والسمنت اللي موجود داخل الكيسنج، ايش راح يصير عندي؟ راح تكون قوه اضافيه متوجهه نحو الاعلى، فبالتالي انا القوه المتوجهه نحو الاعلى مو بس صارت هي البويانسي فاكتور او معامل الطفو، لا، صار هو ايضا الدفع اللي جاني منه الاوبستكل او الحاجز او العثره اللي تواجهتها اني بطريقي اللي هي السمنت او الفلوت شو اللي اني وصلت لها. فبالتالي ايش راح يصير عندي لازم هنا؟ راح يقل عندي الوزن فوق.
ليش؟ لان صارت عندي قوة عددها 2 متوجهة للأعلى، البوينسي فاكتر معامل الطفو او الطفو هو خلينا نقول، والشيء الثاني هو الاوبستكل او الحاجز اللي وقف لي البيت ماني من انه تدخل لي جوا. ايش قد ما اسلط وزن، يعني انا عندي 35 طن عندي 35 طن، هذا ال 35 طن انا مو طخيت القاع هنا بي خلينا نقول، او طخيت الداخل مال الكيسنج اللي هو السمنت. فاذا صار الوزن يمي 30 شنو معناها؟ معناها انا سلطت 5 طن هنا لي جوا. فهذا الوزن المسلط لي جوا يسمونه الويت اون بيت، وحكينا عن هذا الشيء بشكل تفصيلي وتوضيحي بمحاضره كامله اسمها الدرلينج باراميترز، وحكينا شلون اصلا على الرق انا بداخل البرج شلون اقدر اقيسه على بداخل غرفه الحفار، لان حكينا عن غرفه الحفار وشنو هي الجيتشات والشغلات الموجوده. بس انا هنا دا احاول افسر لكم الاساس العلمي شلون دا يشتغل هذا الشيء. فعندي وزن لي جوا اني، وعندي قوه لي فوق اللي هي الطفو، انضافت لها شنو؟ حاجز انا هنا حجز لي البيت هاي حتنزل لي جوا، فبالتالي راح يبدي شوي شوي هاي الانابيب مالتي كلها تتوقف عن النزول، وبالتالي يتسلط قوه اضافيه عكس الاتجاه من الحاجز اللي وصلت له. هذا الشيء هو يخليني انه فوق انا الجيتش مالي راح يبدي شنو يقرا الجيتش مالتي، اذا كان عندي خلينا نقول مثلا 35 طن راح ينزل لي 30، معناها شنو؟ اني وصلت الى مكان اوبستكل كلش قوي ما راح يخليني انه اعبر هذا المكان الا ابدي احفره اللي هو السمنت اللي انا وصلت له. وقلنا نقصان الوزن اللي صار عندي هو هذا الوزن اللي انا سلطته على المكان اللي انا طخيت به، فبالتالي هو يكون شنو هذا يسموه الويت اون بت، الوزن المسلط على الحفاره او الدقاقه. فاني هسه ايش سويت؟ بول اب اند ميك اب 16 انش بي اتش اي رنن هول اند تاج ذا توب اوف ذا سمنت. هاي اول نقطه انا خلصتها. ثاني نقطه نجي هي الكيسنج بريشر تيست. شوفوا اخوان انا هسه هذا البير الحافره، هذا الكيسنج اللي منزله، هذا هنا عندي الفلوت شو او الكيسنج شو يسمونه اللي هو نهايه او اخر شيء بالكيسنج، وعندي السمنت بالاطراف. اوكي هسه فلنفرض انه هنا ماكو طين، يعني غالبا يكون هذا كله سمنت، السمنت يكون واصل للسطح. بس انا هسه هنا احنا متفاهمين ما عندنا مشكله. زين اللي حيصير شنو؟ انه اني حفرت السمنت اللي بالبدايه، سويت توب اوف ذا سمنت، وجوز شويه احفر منه جزء معين، ولكن ما اجي احفر بهاي الطبقه الجديده، لا اخلي الكيسنج والفلوت شو يصير عندي شلون الكلوز سيستم، كانه سيستم مغلق، واني عندي فوق الدقاقه مالتي او البت متصله وين؟ متصله بالبومبنج بريشر، متصله بالمضخات اللي اضخ بها الطين. فبالتالي ايش اقدر اسوي؟ اسوي شيء يسمونه الكيسنج بريشر تيست. هذا مو دائما نسويه، ولكن مرات احنا نحتاج نسويه اذا صار عندنا بعض المشاكل الى اخره، ما رد ندخل في هذه المشاكل لان هي هوايه، لكن خلينا نقول انه انا راح اسويه لان هو غالبا انا لازم اسويه حتى اقدر اشيك بالضبط ايش قد اني ممكن يكون عندي اضرار بالكيسنج او لا. لان اذا اكو ضرر بالكيسنج الضغط راح يقل. شلون يكون اكو ضرر بالكيسنج؟ مثلا الكيسنج يكون مزروف من احد الجوانب، الكيسنج يكون تضرر بسبب انزال بعض المعدات او رفعها الى اخره. زين البريشر تيست هو شنو؟ اجي احصر الضغط في داخل هذا الكلوز سيستم الموجود عندي، يعني هذا السيستم هسه الموجود عندي ومغلق، هذا اني اقدر من فوق اذا ضخيت به بعد اكثر، يعني انت خلينا نقول عندك بطل مال مي وجيت مليان هو، بس دخلت له سرنجه وجيت تدفع بعد مي بالسرنجه، ما راح يندفع. ايش راح يصير؟ راح يكون اكو ضغط اكبر بداخل البطل هذا، ممكن اذا زيدت الضغط اكثر راح اضعف نقطه بهذا البطل راح تطق، فممكن اذا البطل بي زرف بسيط ممكن هذا الزرف ينكسر، وبالتالي يعني شلون نقول ينزرف اكثر، وبالتالي يطلع عندك مي من البطل اذا ضخيت مي بداخل هذا البطل. نفس الحاله هنا انا عندي كلوز سيستم هو هذا كيسنج، فاني هو موجود بي مد اللي هو الطين، اجي شو اسوي؟ اضخ بعض الطين بداخله اشوفه يتحمل واسلط عليه ضغط معين، غالبا يعني انا شايفهم يسلطون ممكن 500 بي اس اي، 50 بي اس اي من الضغط، فكميه كلش كافيه تقدر من خلالها تعرف انه انت هل عندك ظروف بهذا الكيسنج او تشققات او ضرر معين، بحيث انه يصير عندك ليكج بي من الداخل يليك الطين الموجود بي يطلع للخارج منه. اذا ثبت الضغط ثبت هذا الضغط، تضغط تزيد يعني الضخ مثلا خلينا نقول انت هذا وزن الحجم اللي يتحمله هذا الكيسنج من الفلويدز مالتك او من المواد خلينا نقول هو 10 متر مكعب، انت شو تسوي؟ الضخ 10 متر مكعب وربع، هذا الربع ايش راح يسوي؟ راح يسوي ضغط كلش قوي على جدران الكيسنج مالك كله، وبالتالي اذا اكو اي نقطه ضعف بيه راح تبين راسا. لازم شنو هنا عندك؟ عندك ضغط، تشوف جيتش الضغط مالك فوق، لازم الضغط مالتك ما ينزل، فانت مثلا خلينا نقول الضغط صفر انت ما ضغط وبتضغط مثلا 500 بي اس اي، تزيد 500 بي اس اي راح تشوف انه عندك هنا ثابت هذا ال 500، ممكن يقل فد
10 PSI 50 PSI، هاي إذا أردنا بالزايد، ولا هو 50 هو يعني، لكن المفروض ما يقل 10-15 PSI، ممكن يقل بسبب عوامل التمدد والحرارة والبرودة وهاي الأشياء. لكن إذا شفت صار ديكريز قوي بالضغط مالتي، إنه بدأ يقل، مثلا كان 500 صار 490 صار 480 صار 450 صار 400، معناها أنا عندي ليك، معناها عندي مكان ده يسرب عندي بالطين. أشيك فوق السيرفس لاينز مالتي، إذا ما عندي مشكلة فوق بالسيرفس لاينز فمعناها هذا نتأكد إنه أكو عندي مشكلة جوا بالكيسينج ولازم أحلها. زين، ليش ممكن تصير هاي المشكلة؟ مثلاً أنا عندي بير أفقي، أو عندي حتى لو بير عمودي، لكن شنو أنزل أنابيب، أرفع أنابيب، أنزل بت مالتي دقاقة أرفعها، بالتالي أكو أماكن شوفوا بالكيسينج هنا، هاي الأماكن المنحنية مثلاً أو أماكن جانبية إلى آخره، ممكن تنضرب بالبت أو تنضرب بهذا يسمونه تول جوينت، اللي هو الأماكن اللي تتصل بها الدرول بايبس مالتي، ممكن يعني تصير بها ضربات، تصير بها احتكاكات، او هي منطقه تكون ضعيفه الى اخره، بالتالي يصير عندي تكسر بالكيسينج بهاي المنطقه، او فد خلينا نقول تضرر معين، وبالتالي اني ممكن يكون عندي اكوليك بالكيسينج ويسبب لي مشكله. بنفس الوقت اني اذا اكتشفت وجود هاي المشكله، لازم ويجب وضروري ان احلها بانه ارجع احاول اسدها. الطريقه الوحيده تقريبا لسد هاي المشكله او حلها، انه اضخ اسمنت اضافي بهاي الاماكن مال الظروف واخلص من عندها حتى تنسد من جديد، وبالتالي ما يصير عندي مشكله. شلون شو اسوي؟ انزل درول بايب مالي يسمونه اوبن اند درول بايب، انه درول بايب مفتوح النهايه، واربط هذا الدرول بايب بشيء من الجوانب يسمونه الباكر. الباكر هو عباره عن سداده مطاطيه استعملها حتى اغلق او اعزل مناطق معينه بداخل البئر. فهسه انا هنا شنو هنا من احط السمنت مالي، مو بس احطه وخلاص، لا احطه ومثل ما قلنا اضغطه، شلون ما هسه احنا سوينا بريشر تيست، اضغط هذا السمنت حتى اضمن انه السمنت مالي يدخل بداخل هاي الظروف اللي عندي اني والاماكن اللي بيها مشكله. طبعا هاي الظروف ممكن اكون اني سويتها يعني ايضا، لان اكو فد شيء بالانتاج يسمونه البيرفوريشن او التثقيب، ممكن اني اثقب منطقه معينه من الكيسينج وارجع وراها اضخ بها سمنت حتى اسدها. فهسه هنا اني حتى اسدها انزل اوبن اند درول بايب، وانزل واحط وياه باكر، حتى شنو هذا السمنت اني من اضغطه اضخه واضغطه اضمن انه ما يصعد لي للسطح، انه هذا السمنت راح يكون فقط موجود تحت الباكر، تحت الدرل بايب مالي، مو يرجع منه يصعد لي ويطلع لي بالسطح مالي، ما سويت يعني بهالحاله. فلازم احط وياها باكر او سداده مطاطيه حتى اضمن عمليه انه ما يصعد عندي نهائيا سمنت الى السطح، او يطلع باماكن غير الاماكن اللي انا ردتها، لان انا وراها راح افتح هذا الباكر ايضا. هذا الباكر يسمونه ريتريفبل باكر، اكو انواع يعني بالباكرات او بالسدادات ثاني المطاطيات، اكو ريتريفبل واكو نون ريتريفبل، اللي هي اللي يعني اقدر استرجعهن او ما اقدر استرجعهن، اللي هي يكون البيرمننت الدائميات، او ذا نيل تمبوراري اللي هي الاقدر، او ريتريفبل اللي هن اقدر استعملهن اكثر من مره، اسحبهن للسطح واستعملهن بشكل طبيعي. فاقدر اني اضمن انه ورا ما اسحب راح ارجع انزل بيت واسوي تاج توب اوف ذا سيمنت. شوفوا هاي المصطلحات البسيطه اللي هي الار اي اتش، يعني شوفوا انتم شو تتذكرون مثلا هنا انا قلت ار اي اتش اللي هي رانين هول تاج توب اوف ذا سيمنت، حتى البي على يو بيك اب الميك اب، هاي مصطلحات لازم تعرفها خصوصا اذا كنت راح تعمل ان شاء الله في مجال الحفر، لانه كله مختصر، ماكو شيء اسمه انه انا استعمل من مختصرات. الباكر وقلنا انا وراها راح ارجع انزل اسحب الباكر واسحب الدرل بايب مالي ورا ما يتصلب السمنت عن طريق وقت معين، هذا كله بناء على حسابات معينه، لان اني ما اريد اختلف ويا الحسابات الرياضيه، لانه ممكن اعرف السمنت لمده ويصلب لي حتى الانابيب وافوت بمشكله انه هاي الانابيب تعصب داخل البير، راح افوت بمشكله لها اول ما لاخر، لا وقت بسيط، مجرد ان يدخل هذا السمنت واضمن انه اني ضخيته بضغط معين وضغطته بحيث يدخل بداخل هاي الظروف ويدخل للطبقه ويسد لي الاماكن اللي عندي بيها ليك وخلاص ذاتس ات. هاي هي كل الموضوع، واللي وراها راح اسحب قلنا الانابيب وارجع اسوي تاك توب اوف ذا سمنت واكمل العمليات الموجوده عندي، لان احفر هذا الجزء مال السمنت الداخلي، مجرد السمنت حتى شنو يكون سد لي الثقوب اللي موجوده عندي هنا. الباكر قلنا هو عباره عن جزء مطاطي صغير اقدر اني اضخ يعني انزله ويا المعدات الى داخل البير حتى يعزل لي مناطق معينه، حتى اسوي عمليات معينه، مثل ما لاحظ هنا هذا عندي يعني بايب معين. الباكر غالبا يكون مطاطي يعني وفلكسبل واقدر اني انزله، فشوفوا هسه هنا هذا نوع يعني يشبه الباكر تقريبا، وهذا هو نوع مع شركه ويذرفورد اللي نزلوه ويا بعض معداتهم، هذا الجزء المطاطي الاسود هو الباكر اللي موجود عندي. شلون يشتغل وشلون يتسيت شلون ما ادري شنو، هذا موضوع كله يعني ثاني، ان شاء الله مستقبلا نحكي عن الموضوع هذا، لكن مجرد اني هسه احب تعرفون انه هذا باكر
بس this is it. وغالبا الباكر انا يعني بفتره الدراسه الجامعيه كانوا يرسمون انه عباره عن مربع وبحرف اكس بس، لكن من تجي لارض الواقع راح تشوف انه الباكر هو عباره عن فجزء يعني بيه تفاصيل كلش هوايه وبيه اورنجات وبيه بلاستيك وبيه يعني الى اخره من هاي الامور. تمام شباب، هسه نجي الى النقطه الثالثه انه بحفر هذا السكشن الجديد، واللي هي مثل ما قلنا انه احنا هسه حاليا نزلنا سوينا رن هول، شيكنا السمنت مالنا وين موجود، وحفرنا شويه جزء بسيط من هذا السمنت، الى ان هسه حاليا احنا نجي سوينا بريشر تيست طبعا شيكنا انه احنا ما عندنا اي ثقوب او اي ليكج بداخل الكيسنج. وبعد هالنقطه الثالثه هسه احنا حاليا اجينا وراح نسوي شيء اسمه درول ذا سمنت اكسسوارز، راح نجي نحفر السمنت اكسسوارز. لان مثل ما تعرفون احنا هذا داخل البير مالتنا، مثل ما تذكروا احنا حكينا انه احنا عندنا سمنت اكسسوارز اللي هو الفلوت شو غالبا يكون موجود عندنا باول سكشن بس، فراح شو نسوي نحفره حتى نبدي نكمل حفر السكشن اللي وراها. ولكن بالنقطة الرابعة راح نشوف انه احنا ما راح نقدر نستمر بالحفر مباشرة، لحد ما شو نسوي بعد ما حفرنا هذا الجزء السمنت اللي موجود جوا، راح نجي نسوي نحفر فقط 5 امتار تقريبا، يعني هو مو 5 بالضبط، خلينا نقول 3 امتار الى 5 امتار بالسكشن الجديد اللي هسه راح نبدي ندخل به، اللي هو وين قريب يكون مثل ما تعرفون هذا نهاية الكيسينج، هذا المنطقة يسموه الكيسينج شو. بعد ما نحفر احنا 5 امتار تحتها راح نسوي فد عملية يسموها الـ FIT. شوف هسه احنا حاليا حكينا عن اول 4 خطوات، راح لهنا قلنا مثل ما قلنا نشرح بس اول 4 خطوات بدراسه بحفر السكشن الجديد بهاي المحاضره. راح هسه نجي نوصل الى انه احنا نجي نسوي شيء يسمونه الاف اي تي، فراح نحكي عن الاف اي تي. تكمله المحاضره كلها هاي راح نحكي عن شيء يسمونه الليك اوف تيست والاف اي تي. شنو هو الليك اوف تيست وشنو هو الاف اي تي؟ هاي العمليتين هي من اهم العمليات اللي احنا نسويها. الليك اوف تيست يكون عمله بالحفر الاستكشافي، والاف اي تي هو يكون غالبا احنا نسوي بالحفر التطويري. احنا ليش نسوي ليك اوف تيست وليش نسوي اف اي تي، وشنو هو ال او تي اللي هو ليك اوف تيست، وشنو هو الاف اي تي اللي هو الفورميشن انتجريتي تيست؟ هسه راح نجي نحكي اول شيء عن الليك اوف تيست. الليك اوف تيست هو عباره عن فحص احنا نسويه حتى نعرف ايش قد قوه الطبقه اللي احنا حاليا موجودين بيها، ايش قد قوتها بحيث احنا راح نسلط عليها ضغط لحد ما نشققها يصير بيها فراكتشرنج. بحيث من تتشقق ويصير بيها فراكتشرنج راح اعرف انه هذا الضغط بالذات هو الضغط اللي عنده اني راح يتشقق عندي الطبقه ولازم ما اتجاوزه، يعني اني اثناء عمليات الحفر مالتي لازم ما اتجاوز هذا الضغط مالتي. فمثلا اذا كنت اني حاليا دا احفر بعمق 1000 متر لازم اعرف انه ايش قد الضغط اللي موجود عندي اقدر اسلطه على الطبقه بهذا العمق قبل ان اشققها. هذا الفحص احنا نسويه بالحفر الاستكشافي فقط، ممكن يكون بالحفر التقييمي ايضا، ولكن احنا غالبا ما نسويه بالحفر التطوير اللي هو الديفلوبمنت، لان انا ما احتاج، يعني انا عندي مجرد اريد هذا ال خلينا نقول هذا التيست انا اسويه حتى يصير عندي فد انديكيشن او فد خلينا نقول فد معلومه معينه، بحيث انه انا لازم هاي الطبقه ما اتجاوز عندها هذا الضغط مالتي، لان اذا تجاوزت راح اشقق الطبقه، واذا شققت الطبقه راح تبدي السوائل مثل ما تشوفون انها تدخل عندي من داخل البير تروح وين الى داخل الطبقات، ويصير عندي شيء يسمونه اللوست سيركوليشن. اللوست سيركوليشن او عمليه فقدان دورات سائل الحفر هو واحده من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهنا في اثناء عمليات الحفر، لذلك لازم احاول غالبا اني ولازم دائما انه اني ما اوصل لعمليه او لمشكله اللوست سيركوليشن. اللوست سيركوليشن اكو بي 3 انواع. النوع الاول يسمونه سيبج اللي هو شلون نقول التدفق البسيط، والشيء اللي وراء يسموه اللي هو البارشيال لوسز. هي البارشيال لوسز اللي مثلا اني اضخ 10 براميل الى داخل البير لكن اللي رجع لي من عندهم فقط 7 براميل، فمعناها اني هنا عندي بارشيال لوس. والنوع الاخير هو اللي يسمونه الكومبليت لوس. الكومبليت لوس اللي هو انه اني قد ما اضخ طين او مي او اي سوائل داخل البير ما ترجع لي نهائيا، وهنا يصير عندي كومبليت لوس. هاي واحدة من مشاكل الحفر الكل الشائعة، موجودة تقريبا في معظم الآبار اللي راح تحفرها انت في كل أنحاء العالم، وحتى بالعراق عندنا طبقات هي يعني شلون نقول متخصصة باللوست، يعني هاي الطبقة انت من توصلها لازم تحاول ما تزيد الضغط مالتك حتى يصير عندك بيها لوسز، وبالتالي انت راح شلون تعرف هاي الطبقات الضعيفة شقد هي الضغوط التشققية مالتها؟ لازم تجي تسوي شيء يسمونه الـ LOT اللي هو الليك اوف تيست، أو اللي هو الفحص اللي نقدر من خلاله نعرف ايش قد هي قابليه الصخور على انه تتشقق، شنو هو الضغط بالضبط اللي راح يتشقق عندها. فنستفاد من عند هذا الضغط مو بس بعمليات الحفر، لا حتى بعمليات السيطره على الابار من الانفجار، يعني اللي هي احنا نسميها الكيك اللي هي الرفسات. اذا دخل عندي غاز
من اي طبقه معينه انا دا احفر بيها دخل عندي غاز لداخل البير. هذا الغاز هنا راح يكون حجمه صغير بالبدايه، لكن من يصعد للسطح كل ما يصعد للسطح راح يكبر حجمه ويزيد الضغط مالته، يكبر حجمه ويزيد الضغط مالته. ليش؟ لانه ماكو ضغط من فوقه يسلط عليه بعد، انت ما عندك طين فوقه. لما راح يوصل للسطح راح يكون عباره عن فقاعه كبيره كانه راح تنفجر وتطق. شلون قوطيه البيبسي انت اذا خضيتها بشكل كلش قوي فتحتها راح البيبسي كله يطلع بشكل قوي راسا بوجهك، لكن اذا فتحتها بدون ما تخض القوطيه مال البيبسي راح يطلع عندك يعني ما راح تطق القوطيه بوجهك مثل ما نقول. نفس الحاله هنا راح تكون. فبالتالي انا الضغط مالتي هذا مال التشقق يعني مثلا انا اذا احفر عند عمق 4000 ونهايه الكيسنج مالتي عند عمق 2000، فاضعف مكان راح يكون عندي موجود بواني وين؟ عند الألفين. لأن أني كل ما أنزل أكثر بالحفر لي جوا داخل أعماق البير كل ما راح تكون الطبقات أقوى غالباً هذا الشيء. إحنا ما بدنا نحكي عن abnormal pressure zones، بدنا نحكي عن normal zones. غالباً يكون كل ما أنزل أني مكان أعمق يكون عندي القوة أكبر، قوة الصخور تكون أكبر. ليش؟ بسيطة يعني منطقياً أنا يصير عندي compaction أو يصير عندي شلون نقول انضغاطية أعلى، فبالتالي الصخور الموجودة عند عمق 4000 تكون أقوى غالباً عد من الصخور عند عمق 2000. فبالتالي أنا شنو أقل منطقة راح تكون ضعيفة عندي وين؟ عند عمق 2000. فمن أنا يصير عندي كيك منها هاي الطبقات ممكن ما تشقق، لكن المطبقة عند 2000 إذا وصلت لها الكيك مالتي أو الرفسة الغازية راح تكون ممكن التشقق مالها أكبر. فإذا أنا أصلاً عندي تدفق لبعض الغازات والسوائل من الطبقات للداخل معناها الضغط الهيدروستاتيكي مالي ضعيف، وبالتالي إذا صار عندي لوسز بنفس الوقت يعني فقدان دورة سائل الحفر فأني راح تكون عندي المشكلة مشكلتين. يعني هم أنا جايني أنا شلون أسيطر على الكيك؟ أصلاً أسيطر على الكيك من خلال سائل الحفر اللي موجود. فإذا أنا ما عندي سائل الحفر لأن عندي لوس وإذا أنا بنفس الوقت دي تجيني كيك فهنا راح تكون عندي مشكلة كلش كبيرة. لذلك تقريباً هاي واحدة من أكبر المشاكل اللي ممكن يواجهها يعني خلينا نقول المهندس في حياته مهندس الحفر، إنه يصير عندك كيك بنفس الوقت ويصير عندك لوس بنفس الوقت. فاللي يعرف إنه إحنا لازم شنو نحل أول شيء بالضبط من عندهن خليه يجاوب، لأن هذا الشيء هو يعني راح يدل على مدى خلينا نقول الشخص قد فاهم بالضبط من الموضوع. فبالتالي أنا حتى أقدر أشقق طبقة مالتي وأسوي الليك أوف تيست مالتي مثل ما تعرفون أن العمق يكون عندي ثابت والرو اللي هو النوعية السائل يكون أيضا عندي ثابت. لذلك حتى أشقق الطبقة أنا راح أتعامل بشنو؟ أغير بالبرشر بالضغط. هسا راح نعرف شلون إن شاء الله، هسا راح أشرح لكم الليك أوف تيست كله باختصار شلون يكون وأيضا الـ FIT شنو هو. مثل ما تعرفون إنه هسا إحنا حاليا هذا هو عندي البير، هاي البي أو بي اللي أنا رابطها وهذا البير مالتي، هاي البت أنا منزلها، هاي نهاية الكيسينج. إذا تشوفون رسم دائما رسومات بالكتب بالمواقع هذا المثلث هيك الموجود المايل، هاي معناها هاي شنو هنا؟ هذا نهاية الكيسينج. فهسه شنو أنا عندي؟ عندي مات بامب هنا ضخ لي الطين بداخل الأنابيب، يطلع الطين مالتي منين؟ من البت يصعد فوق ويطلع منين عندي؟ يطلع عندي هنا على الراجع. زين، إذا أنا سديت هذا الراجع إيش راح يصير؟ راح تنضغط هاي السوائل هنا كلها. فأنا إذا أكون حافر فقط خلينا نقول 5 متر عمق زيادة بالطبقة الجديدة مثل ما قلنا إنه أنا بالنقطة الرابعة هسه بالحفر مالتي يقول لي أحفر 5 أمتار وسوي FIT، سوي Formation Integrity Test، شيك لي قوة الطبقة. لكن أنا مثل ما قلت لكم حتى أعرف شنو هو Formation Integrity Test لازم أول شيء أدرس LOT اللي هو Leak of Test. هسه احنا حاليا راح نحكي عن LOT وما راح نحكي عن FIT. FIT بنهاية المحاضرة راح بسلايد واحد إن شاء الله نختصره كله يكون موجود وواضح. فهسه اني الالوتي اللي هو الليك اوف تيست، فاذا انا سديت مكان خروج النفط مالتي عفوا مكان خروج الدرلينج فلويد مالتي الراجع سديته راح شي يصير عندي؟ راح ابدي بهالحاله اني اضغط السائل مالتي كله بداخل البير. مثل ما قلت لكم كانه انت عندك مثل ما نقول سرنجه انت من فوق دا تضغط يعني دا تضغط سائل بيها دا تضخ سائل بداخل البير، ولكن انت ساد السرنجه مالتك، انت تضغط من فوق حتى تحاول تطلع فلويد او مي خلينا نقول من السرنجه مالتك اللي انت حاط بيها مي، ولكن انت ساد السرنجه من جوا ما تخلي المي يطلع. نفس الحاله هنا انا عندي بير ساد الراجع مالتي هذا كلوز سيستم وحافر فقط 5 متر هنا بجديد، وبنفس الوقت انا اضغط السائل مالتي وازيد بالحجم مالته شوي وادفع احاول بهذا السائل. وين راح يكون عندي اضعف مكان؟ راح يكون عندي اضعف مكان يم الكيسينج بدايه المكان هذا اللي انا هسه توني حفرته. ليش؟ لان اني فوق اصلا اوريدي اني هاي المنطقه كلها موجوده هي عباره عن يعني خلينا نقول كيسينج اللي هو حديد، فهذا الكيسينج او الحديد اللي يكون موجود قوي مكان قوي هو عباره عن حديد عباره عن
يعني شلون ما نقول فولاذ، لكن اضعف مكان وين يكون موجود عندي؟ يكون اضعف مكان موجود عندي هنايا عند الكيسينج شو، فبالتالي هذا المكان هو اللي راح يكون له قابليه التشقق. بالضبط يعني هذا هم ايضا رسم توضيحي تقريبا، انه اني اضخ طين بداخل الكيسينج مالتي وحافر بس جزء بسيط منه وراح اسد الراجع مالتي، فشنو اللي راح يصير؟ شنو هو الليك اوف تيست؟ مثل ما قلنا الليك اوف تيست هو عباره عن فحص اني اسويه حتى اقدر اشوف ايش قد هو اكبر ضغط اقدر اني اسلط على الطبقه قبل ان تتشقق، ونقدر نعني باكبر ضغط بالتالي اقدر من هذا الضغط اني اطلع شنو، اطلع ايش قد كثافه السائل اللي اني اقدر استعمله هنا. فاني بالنهايه راح اعرف كثافه السائل اللي اني راح استعمله، او هو اللي احنا نسميه ماكسيمم الاولابل ماد ويت، ام اي ام دبليو. ام اي ام دبليو او الماكسيمم الاولابل ماد ويت هو اكبر ماد ويت او اكثر كثافه لطين سائل الحفر مالتي اقدر اني ازيدها قبل ان تتشقق الطبقه مالتي. طيب شلون هذا الشيء يصير؟ الليك اوف تيست بروسيجر. الليك اوف تيست بروسيجر هسه انا حاليا هذا الاحمر هو الانابيب مالتي اللي انا منزلها بداخل البير، هاي هي الدقاقه وهاي هي الدرلين كلر درل كلرز وهاي هي الانابيب اللي انا منزلها. شنو اللي عندي بعد؟ عندي الكيسينج اني هسه مالتي اللي موجود. اول شيء اسوي انه اني انزل مالتي الكيسينج واسمته بشكل طبيعي، وبعدها ايش اسوي؟ انزل الانابيب مالتي الى داخل البير. انزل الانابيب مالتي ومثل ما قلنا اسوي اول شيء بريشر تيست مثل ما قلنا بالنقطه الثانيه، وراح اجي انزلها واحفر السمنت اكسسوارز اللي عندي هنا اللي هي الفلوتشو، وراح احفر 5 يعني خلينا نقول 3 الى 5 متر بالفورميشن الجديد حتى تكون عندي هاي شنو نقطه الاتصال الجديده مالتي بالفورميشن الاحدث اللي استوني حفرتها انا. النقطه اللي وراها اللي راح اسويها انه شو اسوي؟ اسحب شويه هذا السترنج مالتي اللي هو الانابيب الى داخل البير بالكيسنج. ليش؟ اذا بقيتها هنا وسويت الفحص مالتي اكو احتماليه انه يصير تهدم بهاي الطبقات، وبالتالي تنسد وتهدم لي هاي الطبقات وتندفن يندفن عندي الدرول كلرز والبت الدقاقه، فبالتالي لا راح اقدر اسوي سيركليشن، لا راح اقدر اسحب الانابيب، فراح تصير عندي مشكله استعصاء الانابيب او اللي نسميها ستك. فحتى لا يصير عندي ستك، لا يصير عندي استعصاء بالانابيب مالتي، الشيء راح يصير عندي شنو هو؟ راح يصير عندي لازم اسحب الانابيب مالتي الى داخل المكان مالتي هذا مال الكيسنج، يعني اسحب الانابيب الى من الاوبن هول، هذا يسموه اوبن هول، الى الكيست هول، بس اسحبهن. هاي هي النقطه الثالثه. وراها ايش اسوي؟ اسد البي او بي، او خلينا نقول انا راح اسد الراجع، المكان اللي رجع لي من عند الطين، ما راح ندخل بتفاصيل هسه حاليا هاي مال البي او بي، اسد المكان اللي رجع لي من عند الطين وابدي شويه شويه اضخ شنو؟ اضخ شويه شويه طين. هاي العمليه وين تتم؟ ما راح اقدر اضخ الطين مالتي من خلال المات بامبس مالتي، لان المات بامبس مالتي ما بيها فد شلون نقول يعني معايره جيده ودقيقه اقدر بحيث اضخ من خلالها نص برميل نص برميل، لا يعني انا استعمل مات بامبس حتى اضخ كميات كلش كبيره. فايش راح استعمل بهالحاله؟ راح استعمل السمنت يونت. السمنت يونت اللي هي مضخه مال السمنت مالتي نفسها، اضخ بها طين اقدر مال حفر او اضخ بها مي او ايا يكن، بحيث شنو اني اقدر اضخ نفس نوع الفلويدز اللي عندي لازم داخل البير، يعني ان كان مي او طين اني. فشويه شويه اضخ نص برميل نص برميل، لان يعني شنو السمنت يونت مالتي من المضخه مال الاستسميت الخزانات مالتها تكون صغيره، فبالتالي اني هاي الخزانات ما دام صغيره اقدر اراقب عمليه الضخ مالتي بشكل دقيق. يعني اذا اني ضخيت خلينا نقول نص برميل ربع برميل برميل اقدر اراقبه، يعني الخزان مالتي قدامي كانه شلون انتم هسه شفتوهن ان الخزانات والسمنت يونت شفتكم اياها بالمحاضره السابقه، تانكيات يعني قدامك انت وتقدر وبها مقياس وجيج، فتقدر من خلالها انت يعني بشكل كلش بسيط تراقب اذا صار عندك ارتفاع او انخفاض بالفلويدز مالتك الجايه تضخن. فبالتالي ابدي اضخ نص برميل نص برميل، وبنفس الوقت شنو اراقب ايش قد يزيد عندي الضغط. يعني اني منا دا اضخ داخل البير نص برميل نص برميل، لازم الحجم اللي اضخه موحد، اضخ نص برميل نص برميل من الدرولينج فلويد مالتي اللي هو سائل الحفر، شوي شوي اضخ نص برميل نص برميل، وبنفس الوقت اشوف ايش قد يصير عندي زياده بالضغط واسجل القراءات. كل ما اضخ نص برميل اسجل القراءه مال الضغط، اضخ نص برميل اشيك الضغط، اضخ نص برميل اشيك الضغط، وبحيث شنو بالنهايه يكون عندي جدول يتكون من عمودين، عمود يمثل لي ايش قد انا ضخيت الفوليوم نص برميل نص برميل، يعني اول شيء نص برميل وراح صار عندي برميل وراح صار عندي برميل ونص برميل ونص وراح صار عندي برميل وهكذا، وبنفس الوقت اسجل الضغط مالتي عند كل اضافه سويتها. ايش راح يصير عندي؟ راح اقدر من خلال هذا الجدول اللي صار عندي اسوي رسم بياني
بين شنو وين؟ بين الفوليوم بالبرز اللي هو الحجم وبين البرشر او السيرفس برشر بالبي اس اي. فمثلا اني من ضخيت اول شيء برميل، خلينا نقول نص برميل، بالنص برميل كان عندي الضغط تقريبا 140 130 120 بي اس اي. هنا ضخيت برميل زاد عندي الضغط صار 210. هنا ضخيت نص برميل صار عندي الضغط اقل 300 بشويه. هنا ضخيت نص برميل صار عندي الضغط 380 تقريبا، وهكذا الى ان راح يصير عندي رسم بياني بالضبط نفس هذا. شوفوا شنو اللي صار، زاد عندي الضغط زاد 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 الطبقة، اني ازيد الضغط واضخ اكثر، ازيد الضغط واضخ اكثر، لكن وصلت الى نقطة. شنو هاي النقطة؟ اللي هي قبل ان ينحرف الميلان مالتي مال النقاط. اذا ترسمون خط هسه حاليا هنا عدل راح تشوفون هاي النقاط كلها عبارة عن خط عدل، ولكن وين صار الميلان؟ صار الميلان ورا نقطة اي. فاني شنو هاي النقطة؟ هي اول نقطة بدأ يبدي يدخل عندي السائل مالتي من البير وين الى داخل الطبقة. ليش؟ لان بدأت تتشقق، صار عندي فراكتشرينج اللي هي يسموها الانيشال فراكتشرينج بوينت او الانيشال فراكتشرينج بريشر. اول ضغط يبدا منه السائل مالتي مال الحفر يبدا يدخل لداخل الطبقه، اللي شنو اللي صار؟ تشققت الطبقه. هاي بدايه الشقق الى ان توصل الى النقطه بي اللي هي تكون نقطه انهيار الطبقه، بعد ما تتحمل يعني صار هنا اكو انيشال فراكتشرينج، يعني صار اكو عندي تشقق بدائي، ولكن هنا صار عندي بعد تشقق كلش هوايه، فتبدي السوائل تكون تبدي تدخل بشكل كلش قوي لداخل الطبقه او تستقر وراها. هذا هو تقريبا ملخص للليك اوف تيست اللي انا اسويه. حاليا راح نشوف مثال توضيحي يعني عن هذا الموضوع. طبعا انا ورا ما مثل ما تلاحظون هنا بالرسم، انا شنو انا هذا الرقم هو الرقم الفراكتشرنج مالتي مال البريشر، هو يسمونه الفراكتشرنج بريشر. فالفراكتشرنج بريشر خلينا نقول راح يطلع، خلينا نقول 600 بي اس اي 700 بي اس اي. اذا انا بالطبقه حاليا الضغط اللي سلطته هو شنو؟ الضغط الهيدروستاتيكي، ضغط الطين اللي انا اصلا عندي كان، شوف خلي شويه نرجع هنا انا سلطت على الطبقه ضغط هيدروستاتيكي متكون من سائل الحفر بالاضافه الى ضغط اضافي انا قمت ادفع بالسائل، ازيد كل شويه، ازيد كل شويه، ازيد اضخ نص برميل واسجل قرعه، اضخ نص برميل واسجل قرعه. مثل ما قلت لكم كانه انتم اذا هسه حاليا جبتوا سرنجه وسديتوها من جوا، هاي السرنجه اذا مليتها مي وسديتها من جوا انت، فراح تكون الضغط الموجود على اصبعك جوا المسدود هو بس ضغط المي الموجود وين داخل السرنجه، لكن اذا جيت تدفع بالسرنجه من فوق راح يكون عندك ضغطين على اصبعك، ضغط يمثل ضغط المي هذا الموجود داخل السرنجه، الضغط الثاني هو شنو؟ ضغط الدفع مالك ايش قد تدفع. نفس الحاله خلينا نضرب مثال ثاني، عندك بطل مي قلبه حاطه على ايدك، هو مفتوح وقلبه حاطه على ايدك، بس انت ما دايسه بس حاطه على ايدك، فالمي اللي داخل البطل على تماس ويا ايدك هو يمثل لك الضغط الموجود على ايدك، فقط ضغط المي اللي موجود داخل البطل. لكن اذا جيت جعست البطل ايش راح يكون الضغط على ايدك؟ راح يطلع المي راسا كله من البطل، يعني شلون انت شنو اللي صار عندك على ايدك؟ الضغط، ضغط المي الموجود بالاضافه الى ضغط الجعصه اللي انت جعست بها بطل المي. فنفس الحاله الضغط اللي راح يصير عندي اني شنو لاحظ لي الضغط اللي راح يصير عندي مالتي الفراكتشرنج بريشر هو الهيدروستاتيك بريشر بلس الليك اوف بريشر. الهيدروستاتيك بريشر مالي شنو؟ الهيدروستاتيك بريشر مالتي اللي كان موجود هنا هو الضغط مالتي اضرب ايش قد اني عندي فلويد هنا شنو الكثافه مالته بالعمق مالي مال الكيسينج سيت اللي هو هذا يسمونه او الكيسينج شو اللي هو هنا اول نقطه، اضرب كثافة السائل الموجودة في عمق البير مالتي في 0.052 راح يطلع لي كثافة، راح يطلع لي الهيدروستاتيك بريشر مالتي. ازيد عليه شنو؟ ازيد عليه الضغط مالتي اللي ضغطته اني اثناء الفراكتشرنج، راح يطلع عندي شيء يسمونه فراكتشر بريشر which is equal to هيدروستاتيك بريشر بلس ليك اوف بريشر. الهيدروستاتيك بريشر اقدر اقيسه من خلال 0.052 في الدنسيتي اوف مود في التي في دي، ركزوا كلش مهم هذا، اكو شيء يسمونه ترو فيرتيكال ديبث شرحنا عنه احنا سابقا، وشيء يسمونه الميجر ديبث وحكينا عن الفرق بيناتهم، لازم انا استعمل الترو فيرتيكال ديبث. اذا اي شيء من هاي المصطلحات او الاشياء اللي نذكرها بهاي المحاضره كلها عندكم بها اي خلل فذكروها بالتعليقات ان شاء الله اجاوبكم مباشره عليها. فانا راح اسوي الهيدروستاتيك بريشر هذا هو زائدا الليك اوف بريشر اللي طلعته اني من هناك. هنا باجيش احسب، اجي احسب الماكسيمم الاوبل ماد ويت. زين الماكسيمم الاوبل ماد ويت هو اني ممكن اكثر مد ويت اكثر كثافه للطين مالتي انا استعملها. زين اذا جينا اخذناها احنا هل يعقل ان اخلي الماكسيمم الاوبل ماد ويت مالتي هي نفسها كثافه الطين اللي انا لازم استعملها عند التكسير؟ لا طبعا، لازم شو اسوي؟ لازم ما اوصل كثافه الطين اللي راح استعملها عند التكسير، لازم اقل من عندها. فانا شنو عندي هسه حاليا؟ عندي فراكتشرنج بريشر
عند فراكشن بريشر اقسم عليه 0.52 في التي في دي، حتى شنو اطلع شنو منه اطلع ماد ويت، انقص منه نص بي بي جي. ليش انقص منه نص بي بي جي؟ حتى ما اوصل لمرحله التكسر. اذا ما نقصت نص بي بي جي فهذا الماد ويت اللي حيطلع لي هنا كثافه سائل الحفر اللي حتطلع لي منه هي نفسها كثافه سائل الحفر اللي انا حشقق بها الطبقه، which is اني ما اريد هذا الشيء، انا ما اريد اوصل لمرحله تشقق طبقي، لذلك انقص من الكثافه مالتي نص بي بي جي حتى اضمن نهائيا ما اوصل لمرحله تشقق الطبقي. ممكن يكون يعني خلينا نقول هذا شويه بدوخه، لكن ان شاء الله راح ناخذ مثال هسه حاليا عن الموضوع. هذا المثال هو داتا من حقل بزرقان. طبعا اخص بالشكر زميلي وصديقي الاستاذ احمد عماد، لان اني وياه سوينا هاي المحاضره مال الليك اوف تيست بمرحله الثالثه او الرابعه، فمن ذا سوي البرزنتيشن قلت ليش اسوي شيء جديد، فخلي ارجع نفس البرزنتيشن نفسه هو استاذ احمد وياي حتى ناخذ من عنده المعلومات. فهو حضرته بوقتها ماخذ كان هاي الداتا من حقل بزرقان لوحده من الابار، اعتقد البير الثاني او الثالث يعني، لان الداتا مال حقل بزرقان لاول ثلاث اربع ابار اعتقد معظم الجامعات يدرسوها لمواضيع الاداره المكمنيه ومواضيع الحفر وغيرها. فحاليا خلينا ناخذ هذا المثال حتى نقدر ان شاء الله من خلاله راح نفتهم الموضوع كله بشكل اكبر. تمام شباب، فهسه نجي للمثال اللي ان شاء الله راح يوضح لنا عمليه الليك اوف تيست كلها بشكل كلش مبسط. يقول the casing shoe was at a casing shoe depth of 10,000 feet. يعني انا البير مالتي عندي ايش قد هنايا، عندي العمق مالته 10,000 feet، 10,000 قدم. And the mud weight is 11.2 ppg. المد ويت مالتي اللي هو كثافة سائل الحفر مالتي 11.2 was used to conduct the test اللي هو مالتي الليك اوف تيست. Calculate the fracture pressure and maximum allowable mud weight. The data is from Bezergan field. ايش عندي اني الداتا؟ الفوليوم بالبارلز والبرشر هنا موجود عندي. هنا ايش مستعمل؟ اول شيء مضاخ نص، ضاخ برميل كامل، هنا بضاخ نص برميل ونص، هنا والى اخره. المهم اني مجرد هاي الداتا راح اجي ارسمها بيانيا، بعد ما ارسمها بيانيا راح يطلع لي هذا الرسم، هذا الرسم انا راسمه بالاكسل شيت. الاكسل شيت شو مطلع لي؟ شوفوا ايش قلنا احنا، اول نقطه يبدي عندها ميلان الكيرف معناها اني بدات الطبقه تاخذ من عندي فلويدز، فهي هاي النقطه بالضبط اللي لازم احددها، لان اني ما اريد اوصل هاي النقطه. فمثل ما تلاحظون هي تحت الالف، تحت الالف تقريبا، هاي 800 نقدر نقول تقريبا الفراكشرنج بريشر هنا حاليا مالتي بحدود ال 950، نقدر نقول 950. فمثل ما راح نلاحظ ان شاء الله هسه حاليا هنا هاني جيت حددت النقطة بالضبط، هاي حددتها ايش قد على الرسم البياني مالتي وعرفت من عندها ايش قد الفراكشن بريشر. فهسه نجي الليك اوف تيست، يسموه الليك اوف تيست، عفوا هذا مو الفراكشن بريشر، هذا هو الليك اوف تيست بريشر. الليك اوف تيست مالتي بريشر هو 950، الفراكشرنج بريشر مالي شنو؟ احسب الهيدروستاتيك بريشر قلنا زائد 950، فاجيت ضربت 0.052 في 11.2 بي بي جي في 10,000 فيت اللي هو عمق البير مالتي، طلع لي رقم معين منها يطلع زائد 950 بي اس اي، راح يطلع عندي الفراكشرنج بريشر مالتي 6774. اجيش احول هذا الضغط، احول هذا الضغط مالتي الى كثافه، اشوف هذا الضغط مالتي، يعني انا استعمل هاي المعادله نفسها اللي هي 0.52 في 11.2 في 10,000 اللي هي قلنا هاي اشهر معادله بالهيدروستاتيك بريشر اللي انت جريم ما تعرفها لازم تكون على درايه بها. فتستعمل مجرد هاي العمليه حتى تطلع شنو؟ تطلع من عندها ايش قد انت هذا الضغط يكافئ لك بالكثافه، يعني هذا الضغط انا اذا اريد استعمله شنو هي كثافه سائل الحفر مالتي لازم تكون. فاجي اقول 0.6 اقسم مجرد هذا شلون اطلعان هذا الجريدينت، هذا يسمونه الجريدينت فراكشرنج بريشر جريدينت، شلون اطلعه؟ مجرد اقسم اول شيء الفراكشرنج بريشر مالتي على عمق البير على 10,000 مالتي، فراح يطلع عندي الجريدينت 0.6774 بي اس اي لكل فوت، يعني انا كل قدم انزل راح يزيد عندي ايش قد الضغط، راح يزيد عندي 0.6774. بعد ما عرفت الفراكشرنج جريدينت مالتي راح اقدر اطلع من عند الماكسيمم الاوبل ماد ويت، اجي اقول الفراكشر بريشر مالتي الموجود عندي اقسمه على 0.052 ويا العمق راح يطلع لي بالضبط ايش قد هي الكثافه مالتي اني اللي اني لازم استعملها حتى شنو؟ حتى اوصل للماكسيمم الاوبل ماد ويت. لكن هنا شنو؟ هذا هو الرقم اللي اني ما ارد اوصل له، فلازم انقص من عنده شنو؟ لازم انقص من عنده اللي هو فور سيفتي، يعني خلينا نقول انقص من عنده نص بي بي جي حتى اكون اني دائما بالسيف سايد، لان اني اذا وصلت هذا هاي الكثافه راح اشقق الطبقه وانا ما اريد هذا الشيء.
فلازم انقص نص بي بي جي حتى اوصل للرقم اللي خلينا نقول يكون منطقي اكثر واللي هو اني اقدر احفر به بسلام وما تصير عندي اي مشكله. ليش؟ لانه اني الطبقات مالتي وحده على تماس ويا الثاني، حتى اني من احفر ما ازيد الكثافه بحيث اشقق الطبقه ويصير عندي فراكتشرنج، ولا يقل عندي الضغط وبالتالي يطلع عندي فلويد ممكن من الداخل وسبب لي مشاكل او كيك او الى اخره. بس لذلك انا داخل البير مالتي من احفر دائما عندي شيء يسمونه بالبدايه الفلتر كيك او المود كيك، وراها اني هاي الطبقات تجي. هذا الفلتر كيك يتكون عن طريق الحفر مالتي، يعني انت الطين مالتك اللي تضخه موجوده به مواد، موجوده به بارايت وبنتونايت والى اخره من هاي المواد، جزء من عنده شيء يسوي يترسب شوي شوي على جدران البئر ويسوي لي شيء يسمونه الفلتر، اللي هو يمنع ايضا يساعد لي يعني حتى ما تدخل السوائل الى داخل الطبقات. اتمنى تكون يعني العمليه واضحه ومفهومه، واذا اكو اي استفسار او اذا تحبون اعيدها بمحاضره منفصله اشرح اكثر عن الليك اوف تيست اتمنى تكتبون بالتعليقات. ان شاء الله تكون يعني الفكره واضحه كامله. هسه نجي للاف اي تي حتى نختم المحاضره ان شاء الله. الاف اي تي هو فورميشن انتجريتي تيست، او فحص كفاءه الطبقه اللي انا جاي افحصها. هنا شو نسوي؟ هنا بالضبط نفس يعني العمليه مشابهه جدا لليك اوف تيست، لكن الفرق شنو هو؟ الفرق انه اني ما اوصل الطبقه مالتي وين للتشقق، ما اوصل الطبقه للتشقق. فمثل ما تلاحظون الاف اي تي هو واصل ضغط قليل، يعني اني هنا بهذا المثال مثلا الفراكتشرنج مالتي ايش قد صار؟ مثل ما تلاحظون هنا الرمز البياني مالتي صار عند 950، فاني بالاف اي تي لازم ما اوصل للفراكتشرنج بريشر. شو اسوي؟ اسوي مثلا نص الفراكتشرنج بريشر. هسه انا عندي 950، ومثل ما احنا سندنا نستعمل يعني اكشوالي ان موست اراكي اويل فيلدز نستعمل نص الفراكتشرنج بريشر تقريبا اللي هو 500 بي اس اي تقريبا، يعني حسب بحق البزرقان حسب علمي يستعملون تقريبا 500 بي اس اي يسوون الاف اي تي، فما يوصل للفراكشنال بريشر. نفس هاي العمليه بالضبط، بس شنو يوصل لل 500 بي اس اي؟ شو يريد يوصل لل 500 بي اس اي؟ يريد يشوف كفاءه الطبقه، يعني هو دا يشيك، مجرد دا يشيك هل فعلا هاي الطبقه ممكن تحمل 500 بي اس اي؟ حتى شنو اثناء الحفر مالتي انا انزل معدات، صعد معدات، احفر، ازيد ضغط، صارت عندي مثلا كيك اريد اسركل، اسوي سيركليشن، اسوي ما ادري شنو، ما اهتم نهائيا بهذه الامور واقول ها خاف الطبقه مالتي تنكسر، خاف يصير عندي شيء، حتى اضمن بالضبط انه اني يكون شغلي بالسيف سايد. فبالتالي اسوي اف اي تي فورميشن انتجريتي تيست مجرد تشيك للطبقه من ناحيه الامان، اسلط عليها تقريبا نص الفراكتشرنج بريشر بحيث انه اني اقدر يعني اشوف انه هي تتحمل نص الليك اوف تيست بريشر، هو انا اللي اونستلي يعني النص الضغط اللي راح اسلطه بالليك اوف تيست. مثلا اذا انا راح اسلط يعني مثلا خلينا نقول الضغط الهيدروستاتيكي مالي انا 3000 مسلطه حاليا على الطبقه بشكل طبيعي، اسلط مثلا 3500 حتى اشوف هل الطبقه ما تتحمل او لا. لازم اني طبعا يعني بكون انه اني اصلا دا احفر حفر تطويري، فاني اوريدي عندي الفراكشرنج بريشر مالتي، فمثلا اذا كان الفراكشرنج بريشر مالتي 4000 بي اس اي راح اني اسلط مثلا 3500 حتى اشوف الطبقه مالتي فعلا تتحمل لو لا. ليش؟ لان ممكن تكون هاي الطبقه اني ما تتحمل. زين ليش؟ هذا بسبب عدم تجانس المكمن اللي انا جاي دا احفره والطبقات اللي دا احفرها. الحقول العراقيه مو بالذات يكون الحقل كله مالتي اني متجانس من ناحيه الطبقات والصخور، ما ممكن اني مكان دا احفره بيس حاليا طبقات هشه، كلش طبيعي. يعني اكو حقول ما بيها يسموها اعتقد بالمكامن يسموها الهيتروجينيتي او الهوموجينيتي، الهيتروجينيتي والهوموجينيتي اللي هو مدى تجانس وتآلف المكمن والطبقات الصخريه مالتي جوا، يعني الطبقه اني مالتي اللي موجوده هنا اني ممكن على بعد 100 متر اذا حفرت لنفس العمق ما راح اوصل لنفس الطبقه، يعني اني خلينا نقول هسه حاليا هنا حفرت بير، رحت بعد بعد 200 متر حفرت بير ثاني، ممكن الطبقات الاعماق مالتها تختلف. ليش؟ لان هاي بالاصل التكويني لهاي الطبقات والضغوطات اللي تعرضت لها والزلازل وكل الامور والقوى التكتونيه وما الى ذلك خلت يصير اكو زياده ونقصان بهاي الاحجام وبهاي الاعماق مال الطبقات، لان هي كانه شلون عندك ورقه جاي يعني تحاول تطعجها. فبالضبط هي نفس الشيء، القوى التكتونيه والضغوط والقوى اللي تعرضت لها هاي الطبقات كلها عبر الاف وملايين السنين سببت بانه تكون مو كلها متجانسه، بل ممكن ان تكون بعضها مطعوجه وبها يعني صعود ونزول، فبالتالي اني يكون عندي عدم تجانس بالطبقات الصخريه اللي احفرها. فانا شو اسوي؟ اسوي اف اي تي حتى اشوف فعلا هاي الطبقه ما تجي تتحمل ولا، حتى من اكمل عمليات بعد انا ما عندي مشكله.
اسوي تجيني مثلا رفسه غاز، رفسه نفط، يصير عندي كيك، يصير عندي بلو اوت ما ادري شنو، انا يكون بالسيف سايد اقدر اسوي سيركيليشن بشكل طبيعي. لان مثل ما قلت لكم عمليه من يجيني كيك ممكن يكون الضغط مالتها قليل بالبدايه الجو، ولكن كل ما تصعد فوق كل ما الضغط مالتها يكبر اكثر. ليش؟ لان ماكو وزن لسائل الحفره عليها، ويبدي الغاز هذا شوي شوي يتوسع، وبالتالي يزيد وزن، يزيد قوته والضغط مالته، فممكن يوصل للكيسينج شو يكسر لي الطبقه. ان شاء الله هذا الموضوع راح نشرحه اكثر، موضوع شلون تكسر الطبقات وشي بالمحاضرات الجايه. المحاضره اللي ورا هاي راح تكون شرح فقط لمفهوم يسمونه الاي سي دي، وبالاضافه الى وراها ان شاء الله راح نحاول يعني ننطف شرح مختصر وبسيط لمشاكل الحفر، حتى من نمشي بعد راح نعرف شنو هي مشاكل الحفر شويه اكثر واكثر، وانا دا اذكرها اصلا خلال الشرح. ولكن ايضا راح يكون لها ان شاء الله محاضره كامله وحد في ساعتين او ثلاثه، ممكن بس تكون مشاكل الحفر لان بيها حكي وشرح كلش هواي. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هاي المحاضره. شكرا زين استماعكم. اذا تشوفون يعني يا ريت هذا الشيء يفضل من عندكم، انه اذا تشوفون اكو فد ملاحظات عن المحاضره، اكو فد امور ممكن تطور هاي المحاضرات، اكو فد يعني اي ملاحظات، اي امور تطويريه، اي انتقاد بناء، فمرحب بي جدا جدا. وشكرا جزيلا لكم لاستماعكم. موفقين ان شاء الله. تحياتي.